لمأذنة الجامع قصة وأحداث مرت بها منذ بنائها، فهي الأثر المعماري المهم من دار الخلافة العباسية ومساجدها. بنيت المئذنة بالآجر، وهي تتميز بضخامتها وجمالها المعماري والفني الأصيل، وأكثر ما يتمثل في ذلك حليتها الزخرفية الآجورية. بعد أن احتل البريطانيون بغداد أرادوا هدمها بحجة أنها آيلة للسقوط، فقدموا توصية يومئذ إلى السير بيرسي كوكس، ونتيجة التوصية أراد أن ينسفها بالبارود، كما نسفت مدخنة العبخانة. لكن تدخل علماء الشريعة وعلى رأسهم الشيخ محمود شكر الآلوسي فمنعوا المساس بها وتدميرها.